يات ونرر قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا برنا شرار يا ونرر قيام الليل أي صلاة التراويح أرتي ما تفجن سكفتهم تراومين معزم يعني نتمتنا أتى تشغت تراومين أتى تشغت. قول جمهور العلماء والفقهاء منهم المذاهب الأربعة، مذاهب أربعة زركتو ركعة تبسن فايقع أورر زدشتاء مذاهب أربعة، ومعظم الجمهور والفقهاء 20 ركعة توبتاغو من عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أشي جبخك أخر عثمان أخون علي أخون 20 ركعة يا شكرا هيك خلاف شاش بس ترجيح قاصر 20 ركعة رار ثمان ركعات يشرون يشخصة تتورى 20 ركعة شمان حلف نحساب إمام يشرون ما زرز دبشرم الله سبحانه وتعالى مقب في غور وترنس يعني سلام يدفى يشرون دبشرز دبشرم الله سبحانه وتعالى من الحلق وبتقب في غور قد في فجنا قد في فجنا أرتي تشبقا غاية تشغتي تبشخ زريكو تلاجد كبر تشتو خطرخوات تشتو نحبو تشغل تشتو تغبغوات تفعقو بشس يا شنر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إحياء ذشرى قيام ليل ذشرى ليلة القدر، نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر سالمين غانمين. اللهم تيسأت بغت أجنو إحياء ذشرى يقوى حضرت باغنفت خرامو في أكبر في غزة. فالله الله في الصيام، والله الله في القيام، والله الله في ليلة القدر. ملاحظتين سؤال على السريع يا برر وقت يتغفر راس نتمزق راس يا تسم إقامة مغرم جيت أخرج إن شاء الله تقريبا ساعة ونص دش أخشى من ريات سمرة أرتيس تتم تتزقور يتغفرق أخشى من معذر طبعا باب سرب أبو علي حاز رحمة إقامة خي حزان شفتا وكنا معذر يا شنرر كفتور كهرباء وتوجه أنو إلياس الله يبارك فيه ويجعل جميع أعماله في ميزان حسنة رمو بجن تسا فقرت آشيش لاجك برمي جاميم يجوزي فقمي زيك عسك فمي كفتور يشعو تقوش أما يكرا شخل جد مزقان ما ياششو شقا غزقون شقا غزقون قيغن قنر راغو تقوش أما قصة صحة نقا خل جد زو كرم ده هزو تقوش أما صحة نقا قرآن يقراغ نمازي شقا جاميع قنر راغو يكرم ياشنر رتحمي أمن شاء الله خل جدك أرتيت حفي غبسو الحمد ساو رحتو يبشق ريغك نتمعزر نتر نتنو تين أتت غتنو نمعزمي تين أتت غتفنو قرآن تبشق زري كتري غينو. بارك الله فيكم على حسن الاستماع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين أصلحنا، يا أرحم الراحمين فرج الكرب عنا وعن جميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا وأصلح أحيانا وارحم موتانا وفيك أملنا ورجانا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الطاعات بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد شباب المسلمين وفتياتهم ورجالهم ونساءهم وشيوخهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده ووفق، ومن أراد بهم شرا فخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء
وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم وهو أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يعطيكم، واستغفروه يغفر لكم. وأنت يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا وإياكم الله. استقيموا أثابني وأثابكم الله. استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله